ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج الميزان ليوم الاحد 13 مارس اذار 2022. بالنسبه ليك النهارده يا ميزان، ما تثقش في اي اراء السطحيه اللي بتكون بالنسبه ليك اللي ممكن تكون بتسمعها، لكنك هتحاول انك تحقق بنفسك من الموضوع ده. هتعوضك قوتك الاخلاقيه والطبيعيه وشجاعتك عن نقطه فيها نقص كبير جدا في الطاقه عندك، وانت مش هتكون قادر انك تحصل على قسط كافي النهارده من النوم. بالنسبة لمزاجك في اليوم ده، هتحفظك تحفظاتك بشكل كبير وهترن بشكل رهيب جدا جدا في اليوم ده. انت هتكون مقفل على الهدف اللي انت بتستناه، والوقت هيكون مناسب لو حبيت انك تعالج الموقف بأسرع طريقة ممكنة في اليوم ده. بالنسبة ليك عاطفيا، هتحتاج لدليل النهاردة على انك محبوب بكثرة في يومك ده، علشان ما تشعرش بالهدوء التام اللي ممكن يكون في حياتك، ان طريقك النهاردة في انك تطلب النوع ده من الاهتمام هيكون مناسب جدا جدا ليك، علشان تتجنب انك تخلي شريكك يشعر بالاختناق النهاردة في يومك ده. بالنسبة ليك ماليا النهاردة، هيكون عليك انك تختار اما انك تبدأ مشروع جديد او حتى انك تأجله. ده ما بيعنيش انه مش هيكون ممكن بالنسبة ليك في وقت لاحق بعد كده، هيكون محتاج انك بس تأجله لبعض الوقت. بالنسبة ليك مهنيا، هتلاقي صعوبة شوية في انك تركز النهاردة في شغلك، وهتحتاج انك تبذل مجهود اضافي علشان تنهي كل المهام المعنية عليك في اليوم ده. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 أكتوبر، هتكون علاقاتك النهاردة وثقية بشكل كبير وعندها فايدة كبيرة جدا جدا ليك، وهتكون الأيام دي وهتكون فيها فرصة جيدة علشان تدعو كل الأشخاص المقربين منك النهاردة لبيتك، علشان يتناول معاك وجبة حول طاولة مليئة جدا بالأكل المفيد والجيد جدا ببساطة وببهجة كبيرة. هيكون عندك النهاردة اتصالات مباشرة جدا مع كل الأعضاء اللي أصغر منك سنا، واللي هيكونوا قادرين على أنهم يحصلوا على متعة كبيرة من خلال التبادلات الغريزية اللي ممكن تحصل معاهم في اليوم ده. بالنسبة لتوقعات العشرية الثانية مواليد 4 أكتوبر ل 14 أكتوبر، هتشعر لحد ما بالخروج عن مسارها الصحيح بسبب ردود فعل بعض الأشخاص النهاردة وبعض الناس اللي هيكونوا مزاجيين في يومك ده. ممكن تكون التقلبات دي مزاجية مقلقة بشكل كبير جدا جدا، لكن ما بينبغيش انك تاخد ليها أهمية مش متناسبة معها، وإلا ممكن انك تنشغل بيها وتبقى في فوضى عارمة النهاردة وتكون الموضوع مش مستاهل ده كله، فما تخليش الأمور تاخدها على محمل شخصي دايما. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 15 أكتوبر ل 23 أكتوبر، ما تخليش نفسك النهاردة تتأثر بالحالات المزاجية اللي ممكن تكون متغيرة بحد كبير، ولا حتى تتعامل تعامل شخصي مع كل الحاجات اللي بتحصل في يومك ده. ما تخطرش بأي تطور ممكن يكون في سلوكك، ممكن يبقى متسرع أو حتى مش مستقر أو حتى حساس بدوره. هتركز أكتر على كل أنشطتك اللي ممكن تكون بتقوم بيها الخاصة منها، من غير ما إنك تقلق ولا من غير ما إنك تدي داعي بشأن كل الأشخاص اللي حولك. حركة الكواكب اليوم الصباح ده بيشكل مع عطارد شبه سداسي للمريخ في اليوم ده، وده هيشير لأننا بنميل أكتر للتردد والتسرع في أننا ناخد قراراتنا الوقت ده، وممكن يكون ما عندناش أي وقت أننا نسهل كل أفكارنا أو أننا نوضع أفكارنا موضع للتنفيذ النهاردة. ومع ده فإن الشمس هتتماشى بشكل كبير مع نبتون، وده هيساعدنا على أننا ناخد الحاجات زي ما هي، وهنلاقي المعنى في تجاربنا بسهولة أكبر من المعتاد، وهنكون متابعين وملهمين وخيرين جدا. مع المزاج ده هيكون ممكن اننا نكون حساسين بشكل كبير للحالات المزاجية اللي ممكن نكون بنمر بيها والتيارات الخفية اللي ممكن تكون حوالينا. هنكون بنتصدر الاحكام بشكل كبير وبشكل حدسي وغريزي اكتر، ونكون بنقاوم تحديد افعالنا واهدافنا، وبدل من ده هنكون بنبحث عن طريقة بديلة للتواصل لاحلامنا بشكل كبير. ممكن تكون اخلاقنا النهاردة مرنة لاننا بنميل لان نتوسع ونوسع حدودنا المعتادة بالنسبة لنا. العبور ده هيكون حلو جدا وبيعزز الوعي عندنا، حتى الوعي الروحي، وممكن يكون الوقت جيد علشان نتواصل مع كل أحلامنا وموصلنا العليا وأنفسنا الرومانسية في الوقت ده والروحية. بيواصل القمر عبوره للحماية النهاردة من السرطان لحد ما ينتقل لبرج الأسد المنتهي في ولايته اليوم ده.
بالنسبة كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.